عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم رايح ندير لكم وريدات البطاطا بيغي مرفوقة مع سردين بصلصة، على كل حال بطاطا بصلصة داخل الفرن. واش عندنا هنا؟ عندنا بطاطا طيبتها في ماء والملح، ومن بعد رحيتها درتها بالفرشيطة هكذا، الطريقة اللي تعرفوها بالفرشيطة، عبستها كامل هكا. ومن بعد أضفت لها فلفل عكري اللي هو البابريكا، وأضفت كذلك حبة بيض، قطعة تاع فرماج، قطعة تاع زبدة هايك صغيرة قس مغرف صغيرة، أضفت كذلك كمون، فلفل كحل، والملح فقط. قلت حبة بيض، كمون، فلفل الكحل، والبابريكا، وقطعة تاع الفرماج، وقطعة صغيرة تاع الزبدة. نكملو نديرو البطاطا تاعنا. نخلطوها هكذا مليح. نشوفو حنا ديرنا حبة بيض، إذا احتاجت البيض نضيفو لها كذلك حبة، على خاطرش راح نديروها بلا كوش أدوي. صدقوني هاد الطبق يجي بزاف بنين ويحبوه الأطفال، ويعني يجيك ساهل حتى ولو ما عندكش يعني باش ترافقيه. مثلا نقولوا كما راح نفقوا بالسردين ولا، تقدر ديري هذه الكيفيه وحدها وتغلي لهم حبه بيض تكفيهم، يكون غذاء متكامل. عجنوها هكذا باليد باش كامل العناصر تندمج مع بعضها. الان نجيب لابوش ادوي ونوري لكم الصلصة. هاي لابوش ادوي تاعنا، نعمروا البطاطا. بسم الله. نحطوها هكذا جانبا، نخليها هنا، ومن بعد نرجع لها. الان نروحوا للصلصه تاعنا. الصلصه تاعنا هذه انا راني عملتها لكم، راهي موجوده في الفيديو كيفاش الاحتفاظ بها. عندكم هنا طماطش مرحيه، راح نضيف لها، رجعوا للفيديو في القناة تلقاوها كيفاش احتفظت بالطماطم. هنا هذيك التوم اللي خدمناها كذلك مع بعض، هذه حارة شوية ماشي بزاف، نضيفها لهنا، ونضيف كذلك شوية فلفل الكحل ماشي حاجة، ونضيف كذلك زيت. بسم الله. هكذا نقيس ملعقة اثنين، ونخلط هذا يا كامل. طبعا الطماطيش لما نحتفظوا بها نحفظوا بها، يعني ما نديرولها حتى اضافات. هاك شوفوا كيفاش تشبه، كيفاش احتفظت شباب بزاف. ناخذوا الان هذيك لابوشادو تاعنا ونسيو نشكلوا وردات. بسم الله. هكذا شوفوا، راكو تشوفوا فعلا، راكو تشوفوا هكذا حتى تعمروا كامل السنيوه تاعكم.
كلوش فراغات. انا نكمل نعمر كامل السنيوات تاعي ونرجع نوريها لكم باش نكملوا التكميله اللي نديروها من الفوق. هاي ديك البطاطا تاعنا كيفاش عمرناها هنا فوق الصلصة. الان نعملوا فوقها هكذا فرماج مبشور وندخلوها للفور، يذوب غير الفرماج لان كلش طايب. ونجوزو نخدمو السردين تاعنا بواحد الدرسة روعة. انا نحطها في الفور السردين تاعنا. هاوليك السردين تاعنا هنا بعد ما نقيناه، هاوليك ونحيت له الشوك للداخل. هاوليك دوزنتو هنايا، درت له الثوم هذيك اللي شويه حاره اللي درناها في البطاطا، ودرت له ملح وفلفل الكح وكمون. خليته تقريبا واحد ساعه هكذاك هو في الدرسه تاعو. الان وهنا واش عندنا كذلك اللي نديروها لداخل، عندي حشيش مقطفة هاوليك، وعندي زوج حبات تاع الطوماطيش، وعندي كذلك هنايا مغرف تاع فلفل حلو هذاك الأحمر هاوك تشوفوا فيه. فوالا هذا هو نحطه هنا، وزيد نحط الثوم. طبعا قلت لكم هذه الثوم شوية، هذه الثوم الحارة اللي خدمناها مع بعض. هاي لك الثوم، نحط هكذا كمية من الثوم هكذا، وندير فلفل الكحل كمان. دي نتاعك نديرها لك حارة ولا ماشي حارة؟ الشيخة ما تحبش الحار. تحبش الحار؟ قريهولي برك، قريهولي برك. نقريهولك برك داكور. والآن هانك شوفوا نرحيه هكذا، ندرس في هذا المهرس. هذا هاد المهرس انا ندير فيه كلش، ندير فيه شليطه، ندير فيه هذاك استغفر الله الزفيطي. ندرس هكذا ماشي حتى نحرحرو بزاف الطوماطيش، شويه هكا. نسيت ما درتش كذلك شويه كمون. ها ندير شويه كمون هنا هكذا، ها شويه كمون. دوك نخلط عفوا نفرغ انا هذا الخليط هنا. لاغت قبيله هايله، درت صار وتجي روعه داخل السردين. نزيد شويه مطاط، ماشي بزاف عفوا. راح نجيبها. جبت السمن ما جبتش المطاط. لاني عامله شويه سمن في بلارة كيما تاع لا موطارد، جبتها هي وما جبتش لا موطارد. هاني جبتها في اخر لحظه. هايليك صدقوني كي تزيدوا لا موطارد يمد واحد البنه ما شاء الله، بنه يعني رائعه. واش نديروا الان؟ نحكموا هاد السردين تاعنا، نعمروه هكذا ونحطو. عمر هكذا مليح، ونحطو الاخرى فوق هكذا. نزيدو وحده ج
تجي هايله صدقوني. هاد السردين يجي روعه بهاد التتبيله. شوفوا ما شاء الله هكذا. نكمل انا كامل السردين هكذا بهاد الطريقه ونرجع لكم. بعد ما حشيتو بالدرسه وديرتو في لافارين، مردتو مليح في الفارينه، درك نجوزو نقليوه. بسم الله. نحيوه من المقلاة نقطروه انا نكمل نحلي السردين تاعي ونولي لكم تشوفوا الاطباق تاعنا جاهزه باذن الله. ها هو الطبق تاعنا جاهز تاع البطاطا، وريدات البطاطا في الفور، والسردين كما شفتوا التتبيله اللي درناه بلا غير جابنين ما شاء الله. جربوه وما تنساونيش يا الغزالات في اللايكات والتعليقات، واللي شاف قناتي لاول مره يتفضل عندي، اهلا وسهلا به ومرحبا، والى فيديو اخر ان شاء الله. وقبل هذا انا قدمت هذا الطبق مع هذا الحار، هذا الحار هذا حار عادي خضر، تجيبيه وتقطعيه رقيق وتحطيه في بلاره تعمريه بالزيت وديري له الخل والملح، يجي بنين بالبزاف. إن شاء الله يعجبكم الطبق تاع اليوم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله في أمانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.